نشرة الأخبار على الحياة فام. العاشرة ليلاً من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. وزارة التشغيل والتكوين المهني تركز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاصة. توقع بتطور الناتج الصافي للبنوك المدرجة بالبورصة إلى 6.3 مليار دينار. فريد بن جحا يؤكد تحجير السفر على والدي طفلة الأربع سنوات كإجراء احترازي لضمان حسن سير البحث في القضية. منوبة حجز 3 بنادق صيد و 1287 خرطوشة إضافة إلى مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية مزيفة. وحجز 5300 لتر من الزيت النباتي المدعم لدى تاجر جملة عمد إلى التفريط فيها إلى وجهات غير معلومة. إلى تفاصيل النشرة، وفي متابعة لقضية وصول طفلة الأربع سنوات إلى إيطاليا بمفردها في عملية هجرة غير نظامية، أكد مساء اليوم الأربعاء 26 من أكتوبر الجاري مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن شحال مراسل الحياة أفهم بالجهة أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث أصدر أمس بطاقة ادعاء بالسجن ضد صاحب المركبة، بينما قرر إطلاق سراح الابن مشيرا إلى أن المنظم لا يزال في حالة فرار. وأضاف أن قاضي الأسرة بالمنستير قرر بتاريخ 24 من أكتوبر الجاري تسليم الطفلة للمندوب العام للطفولة وإرجاعها إلى التراب التونسية اعتمادا على مصلحة الطفل الفضلة. ومن جهة أخرى، أفاد بن جحا أن السلطات الإيطالية كلفت محامية للطفلة حيث طلبت عدم إرجاعها لتونس لأن اعتبارها وأن الأبحاث حفظت ضد الأبوين مما يمكنهم من السفر لإيطاليا. وبناء على هذه المعطيات طلبت مساء اليوم النيابة العمومية بالمنستير تحجير السفر على الأبوين كإجراء احترازي لضمان حسن سير البحث في القضية وتفاديا لفرارهما خارج التراب التونسي. ومن المنتظر أن يتطور الناتج البنكي الصافي للمؤسسات البنكية 12 بالمدرجة في البورصة بما لا يقل عن 12.7% ليبلغ 6.3 مليار دينار موفى سنة 22 و2000 مقابل 5.5 مليار دينار السنة الفارطة حسب معطيات وردت بدراسة نشرها مؤخرا الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. كما بيّنت الدراسة أن القطاع البنكي في البورصة سجل منذ بداية السنة الحالية مساراً إيجابياً، وذلك خاصة بفضل زيادة الملحوظة للمرابيح سنة 21 و2000 وتوزيع الأرباح. وفي إطار حوكمة مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة، أشرف نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني على جلسة عمل انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الوزارة حول الإعداد لانطلاق مشروع تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص، والذي تنجزه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الديوان الفرنسي للهجرة والاتحاد الأوروبي. وفي ذات السياق، أكد الوزير بالمناسبة على أن مشروع تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص هو مشروع استراتيجي يندرج في إطار حوكمة القطاع بما يستجيب الحاجيات المركزية والجهوية لكل المتدخلين، كما يندرج في إطار برنامج عمل الحكومة في اتجاه رقمنة الخدمات وتحسين أجل إزدائها وفقا للمعايير الدولية للجودة والجدوى. أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أنه في إطار التصدي لظاهرة مسك الأسلحة النارية بدون رخصة وبعد استشارة النيابة العمومية دهمت يوم 25 من أكتوبر الجاري دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتبربة من ولاية منوبة منزلين، وتم حجز 3 بنادق صيد وعدد 1287 خرطوشة إضافة إلى مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية مزيفة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما. تمكنت يوم أمس دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بوتيك من إلقاء القبض على 4 أشخاص، وذلك أثر تعمدهم النبش عن الكنوز بمقام إحدى الأولياء الصالحين. وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما.
تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعين لإدارة الأبحاث الاقتصادية يوم الاثنين بعمليات مراقبة لتجار مواد غذائية عامة بالجملة ناشطين بمناطق مختلفة من ولاية إقليم تونس الكبرى. تم على إثرها حجز 5300 لتر من الزيت النباتي المدعم لدى تاجر جملة، حيث عمد إلى التفريد فيها إلى وجهات غير معلومة. أشرف وزير السياحة محمد المعز بالحسين اليوم الأربعاء 26 من أكتوبر الجاري بتونس على منتدى حول دور القطاع الفندقي في تطوير السياحة التونسية، وذلك بحضور رئيسة الجامعة التونسية لنزلة در ميلاد والخبير الدولي في المجال السياحي شهاب بن محمود وممثلين عن أبرز النزل في تونس والعلامات السياحية الكبرى في هذا المجال وخبراء وباعثي المشاريع في القطاع الفندقي. وأكد وزير السياحة في كلمته التي ألقاها بالمناسبة أن القطاع السياحي عموما والفندقي بصفة خاصة يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في تنشيط وتدعيم الاقتصاد الوطني بالنظر لمساهمته الهامة في الناتج المحلي الخام والطاقة التشغيلية الكبرى، وكذلك لمساهمته في دفع نسق النمو والتعريف بالوجهة التونسية في الداخل والخارج. استقبل عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء اليوم 26 من أكتوبر الجاري وزير الدولة المستشار لدى رئاسة الجمهورية التشادية، الذي سلمه رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد من قبل رئيس السلطة الانتقالية بتشاد. واستمع الوزير خلال هذا اللقاء إلى عرض حول آخر تطورات الوضع السياسي بتشاد. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزير التشغيل والتكوين المهني يؤكد تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاصة. توقع بتطور الناتج الصافي للبنوك المدرجة بالبورصة إلى 6.3 مليار دينار. فريد بن شحا يؤكد تحجير السفر على والدي الطفلة الأربع سنوات كإجراء احترازي لضمان حسن سير البحث في القضية. منوبة حجز 3 بندق صيد و 1287 خرطوشة إضافة إلى مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية المزيفة. وحجز 5300 لتر من الزيت النباتي المدعم لتاجر جملة عمد إلى التفريط فيها إلى وجهات غير معلومة. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.